خلاص صار كل اللي بالدنيا. هالمرة فاطمة وعيلتها الضحية ومتهمينهم بجريمة قتل كمان. طيب ما رح يسألوا لعثمان شو كان عم يعمل هونيك بالنفق؟ طبعا أكيد رح يقول لهم إنه كان مارق من هنيك بالصدفة. وأنت؟ شبكي ليش هيك عم تسأليه؟ حتى لو ضل عثمان عايش، رشاد رشدان ما عاد بحاجتي هلا، ومو بعيد يخبر عني كمان. طيب شو ناوي تعمل؟ ما في قدامك غير تهرب. اهرب وخلص من هالورطة بقى. لو بقدر اهرب، أكيد رح أرتاح من هالكابوس، ورح أبعت أخذك لعندي. أمك كانت واقفة هون. جواز سفر ما فيني طالع، لأنهم عم يراقبوني طول الوقت. كل خطوة بخطيها، عندهم علم فيها. بس لازم أهرب هاجر أنا. لازم أكسر هالطوق اللي برقبتي. وكيف رح تكسروا إيديك ورجليك مربطين؟ رح ألاقي طريقة. الله يلعنهم، خربوا بيتي وخربطوا لي حياتي. لازم لاقي حل هاجر. أنا لازم أحاول أرجع من الصفا القديم. نسيت أخذ أدويتي. لو شو ما صار، لازم أخلص من بيت رشدان. مصطفى، شو قالت لك؟ عم تشكيني إلك ما؟ لا أمي، ليش هيك عم تحكي؟ شو بيعرفني؟ بس صار لكم ساعتين قاعدين عم بتوتوتوا. وت 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 وت، ما عم نحكي عنك. أنت اللي غصبتني إجي عيش هون، وإذا مرتك متضايقة من قعدتي بحمل حالي وبمشي. أمي بترجاكي، ماني رايق. لمرتك بتقعد وبتسمع لها، بس أنا دغري بتسكتني وما بتسمعني. برافو عليك، حوين التعب فيك. لساتون مراقبيننا؟ وراي خطوة بخطوة. لازم اليوم راجع الهجرة والجوازات مشان جواز السفر. انتوا طلعوا بالسيارة، وانا راح احاول نط على البناية اللي جنبنا، ومن هنيك بطلع على الشارع العام وباخد تاكسي. ان شاء الله ما يلاحظوا شيء. بدي احاول، بس ان شاء الله الكلاب ما يكونوا مراقبين كل الحارة. مصطفى انا جاهزة. مصطفى؟ أمي، نور اليوم رح تاخدك لعند الدكتور. وليش بقى؟ لأنه أنا عندي كام شغلة مستعجلة لازم ساويهم فوراً، يعني قبل ما تسكر البورصة اليوم. لازم روح لسوق الأسهم، بدي شوف شو صاير. مو هيك اتفقنا الصبح؟ وأنا كمان عندي موعد مع الدكتورة. بالأول منروح مشانك أنتي، ومن هونيك منروح لعند دكتورتي. يلا أمي، مشان الله لا تزعلي مني. الله يسامحك يا ابني. الله معكم، ديروا بالكم على حالكم. ايه مصطفى، شو اخبارك؟ انا منيح، انت كيفك؟ ابن حلال، اليوم كنت رح حاكيك واسال عنك. شو وضعك؟ ان شاء الله منيح. سيدي الحمد لله، ليكنا عايشين. بدي اطلب منك طلب سنان. خير ان شاء الله. بدي اشتري مركب، شف لي شي واحد. اوه برافو، بدك تشتري مركب لكان. بس اسمع، ما يكون غالي كتير، يعني بكفي انه ياخدنا على جزر اليونان ويرجعنا لهون. انا باخذك وبرجعك.
ليش تتكلف وتحط كل هالمبالغ وتشتري مركب جديد؟ المهم تدبرني وبسرعة كبيرة. نحن بعز الشتاء، ليش كل هالقد مستعجل؟ لأنه بهالوقت بيكونوا أرخص شوي. ماشي بشفلك. يسلموا سنان. ليك شو ما كان نوع المركب، معلش أنا موافق، فيني دبر راسي فيه أول ما بتلاقي دغري حاكيني. ماشي، كيف الخالي زاهدة؟ نحن كلنا مناح. هاليك بتسلم عليك، قال مشتاقت لك. أماني سلم لي عليها كتير. ماشي سنان، مستنى تردي لي خبر. ماشي، مع السلامة. ايه معلم ميار، شو صار معك؟ وينك انت هلا؟ ناطر مصطفى قدام البيت، اليوم ما طلع ابدا. غريبة، ليش؟ شو بيعرفني؟ مرته أخذت السيارة من شوي وطلعت، وكانت معها أمه كمان، وهو بالبيت. اسمع، ليكون في مخرج تاني للبناية طلع منه. لا أخي، أنت شايف البناية، ما لها غير مخرج واحد، تأكدت بنفسي من هالشي. أنت متأكد؟ ايه متأكد. رح ضل هون عم راقبه. طيب ماشي، خليك عندك. ماشي أخي. عفواً، هالبناية إلها مخرج تاني غير هاد لو سمحت؟ لا شكراً. محل مسكر. مطعم وردة فاطمة؟ بعتذر يا خانوم، البرك خالصة. مع الأسف كمان ما ضل. بكرة الظهر؟ اي نعم. لا تؤاخذينا، مع السلامة. بعتذر، اليوم ما رح نفتح. بدي كاس شاي. بدي اعتذر منك لأنه مسكرين، تعال بكرة. طيب لا تؤاخذنا،